بقى نوال الزغبي لازم تتحفنا لسه زي ما كنا بنقول من ايام بسيطه جدا مع صدور الاغنيه الجديده اللي كسرت الدنيا كالعاده انها لازم تعمل حاله حلوه جدا. فاحنا ايه فضلنا وراها لحد مش عارف صحيناهم من النوم ولا ايه كانت صاحيه ولا ايه. يا ست نوال يا اجمل ذهبيه في الدنيا صباح الفل. صباح النور. صباح العسل. والله انا بصحى بدري على فكره. حتى لو صوتك ده وانت نايمه على فكره حلو قوي برضو. لو الصوت نوال الزغبي حلوه وهي صاحيه وحلوه وصوتها نايم وحلوه في كل الحالات الحقيقه. انتوا الحلوين، انتوا اللي بموت فيكوا. الشعب المصري ده انا بحس حالي يعني بلدي الثاني. دي احنا احنا لينا قالينا فيكي كتير. وانا مصريه اصلا حقيقي. احنا على فكره كتير مصريين فاكرين ان انا مصريه. لا واحنا انا زي ما بقول لك لينا في نوال الزغبي كتير قوي على فكره يعني. طبعا طبعا يا ست الناس يعني يا ذهبيتنا الجميلة. الشهرة والحب والاستقبالات اللي أنا شفتهم في مصر يعني ما شاء الله يعني ما بتكرروا. قد ما أنتوا بتحبوا الفن وبتحب بس تحبوا الشخص خلاص يعني هذا بيكون مميز عندكم يعني. والحمد لله الله أكرمني أنه كنت من الأشخاص المميزين عند الشعب المصري. إحنا الشعب المصري بيموت في نوال الزغبي يا شقة عشق كده يعني معروفة. ربنا يخليك ربنا يخليك يا ستي. يعني مش عارف ابارك على رقص ولا ابارك على عقلي واقف. انا مش عايز احسد بصراحه يعني بس هو نوال زي ما بقولك بتخبط كل شويه خبطه كده بالمصري كده تضرب ضربه وتقف تتفرج تشوف الدنيا عامله ايه فتتبسط وتقوم ضربه الضربه اللي بعدها على طول. هلا جاي لكم ضربه كمان. احنا جاهزين. لا بصراحة أنا عاملة أغنية كمان غير أرقص عكس الطبيعة كمان مصرية وحخش أصورها. يعني أنا بحب شوف شو عملت الغنية اللي نزلتها لحتى أشوف الغنية الثانية كيف ممكن نصورها كيف ممكن تفوت على القلوب أسرع عرفت. وأرقص الحمد لله يعني الحمد لله الله أكرمني بيها يعني. وبصراحة يعني هالغنية بالذات كنت حب الناس تطلع من الهموم والحزن واللوكداون اللي نحن عشناه بقالنا سنتين والكورونا والوضع يعني العام بالوطن العربي انه العالم ترقص تطلع اللي جواها لانه بصراحة المزيكا هي دواء الروح مثل ما بقولوا. وانا لما بحس حالي بدي ارقص بحس طلعت كل شيء هيك ستريس من جواتي. بقى حسيت انه هالغنية هلا بحاجه لها الناس وفعلا وصلت والعالم بتحسهم الكبت اللي مكبوت جواهم بيطلعوه بالاغنيه دي. لا هو بصراحه كل الناس طلعت الكبت وكميه الفيديوز اللي اتعملت سواء على تيك توك او على اي وسائل تواصل الناس غنت ورقصت رقصت زي ما نوال طلبت قالت ارقص فالناس رقصت. والله انا اتفاجئت يعني انا ما بطلب حدا يعمل فيديو ولا بطلب من تيك توك اصلا انا ما عندي على تيك توك انا ماني موجوده على تيك توك. وتفاجأت انه تيك توك عامل 4 مليون. 4 مليون فعلا لغاية دلوقتي يعني باسبوع ده رقم خرافي يعني الحمد لله. انه وخاصة الجيل الجديد الصغير ده انه دخلت جواهم بالاغنية دي. نوال يعني صعب تدخل للجيل الجديد ده متعود على المزيكا الغربي وحاجات كده تحسهم يعني شوي يمكن ابعاد عن الجو العربي. بس هي الأغنية هي فعلا ما أنا ما نقدرش نقول عليها هي عربي صرف أو غربي. هي مزيج حلو جدا بيناسب فعلا كل الأذواق يعني كل الناس اللي سمعتها استمتعت بحالة مختلفة وتوزيع مختلف عن حتى اللي موجود دلوقتي شكل جديد والناس كانت بتسمع غير اللي موجود غير يعني غير الترند بتاع المزيكا اللي ماشي اليومين دول. صح صح. والأغنية دي بصراحة إلها حكاية كده شوي مؤلمة عشان الملحن بتاعها لما سمعت الأغنية عجبتني هو مات كورونا قبل ما أنا أخدها وقبل ما أحط صوتي عليها. حبيبي الله يرحمه. يعني حسيت إنه في حمل إنه يا رب تنجح الغنية حتى هو يكون مرتاح أكثر صراحة يعني لأنه الحكاية دي مؤلمة جدا. وما في خبرك أهله
شو كل مرة بيبعتوا لي سلامات وتانك يو قديه هو مرتاح، هذا شيء كمان عطاني سعادة صراحة يعني، يعني الحمد لله. أنا يعني لمسة إنسانية وجميلة جدا من النجمة الذهبية نوال الزوبية بجد على 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 الفكرة وعلى التواصل مع أسرته كمان يعني بعد صدور الأغنية وقبلها، وأكيد لسه زي ما حضرتك بتقولي لسه في تواصل لحد دلوقتي. طبعا طبعا أكيد. طب إيه بقى؟ وما في إنكر أحمد حسن راؤول يعني ده أبدع في لسه الكلام. راؤول عامل قلبان ده حالة ده حالة والسوشيال ميديا خاصة كلها على بتاعت فكرة. راؤول بقت نوال الزغبي دلوقتي. 80% 80% من الأغاني اللي هتنزل هي من كلماته. لا هو وهو سعيد جدا وفرحان بالتعاون ده، وانا شايف ده على فيسبوك عند راؤول، هو 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 سعيد وكل شويه هو فخور انه بيتعامل مع الجميله نوال الزوبي في الاغاني بتاعتها. وانا كمان والله، لانه فهم انا شو بدي وحسيت مثل كانه عن جد توأم روحي بالكلام يعني. كل غنيه بيبعث لي اياها هو واحمد الزعيم تحية لإله الفنان الكبير، بتحس مثل كأنه عارفين أنا شو بدي يعني. أنا أخذت تقريبا منهم 5 أغاني جديد، يعني كل غنية موضوع مختلف ومزيكا مختلفة، ومش مصدق ما كان. بصي محبي نوال الزغبي هيبداوا يحسدوهم دلوقتي على الكلام الحلو والحب ده يعني، فيعني يا بختهم الحقيقه، وانا كمان بقول يا بختهم. بدي اقول لك شغله، ما في معطي كل فنان حقه، خاصه اذا عم يشتغل بضمير وبحب بدي اقول لك، ومصر على النجاح ومصر انه العمل اللي يعمله يكون شبه الفنان اللي هو بيتعامل معه. ده تقدير يعني، انا كثير بقدرهم للشباب لانه عن جد عم يعطوا شيء جديد، وخاصه لإلي انا اللي عامله كل شيء تقريبا يعني 27 سنه بالفن، عملت كل شيء تقريبا. بقى هول الشباب عارفين انا الخطوه الجديده اللي حعملها، هن فاهمين وعم يعطوني على يعني كانوا بيقروا لي افكاري من الاخر. في تعليق وانا بقلب في التويتس عندك لما نزلتي الميكنج بتاع أرقص، في حد كاتب بصي بالمصري كده، يا جدعان نوال الزغبي ميكنج مش ميكنج حلوه زي ما هي. الموضوع يعني بتصور ميكنج وهي زي القمر في الاغنيه برضو حتى. الحمد لله. بتعرف ليه؟ لانه العالم بتحب كمان تشوف الميكينج تبع الكليب، بحسوا اكثر نحن كيف اشتغلنا. وبعد في اشياء كثير حلوه يعني، في مواقف كثير حلوه هول نبلش نحطهم مثلا بعد كم يوم، مواقف كثير حلوين مش ضروري تكون مزيكا يعني. بقى بحب العالم تشاركني فيهم لانه انا كثير قليله بالفيديوهات على السوشيال ميديا يعني، ما بقعد بالبيت بقعد بصور فيديوهات وبنزل. بحس انه العمل لازم اعطيه حقه بكل معنى الكلمه، والعالم من حقها تشوف نحن كيف اشتغلنا لوصلنا لهون لهالنتيجه. طيب انت حرقت لنا حاجه كده، قلتي في خبطه عكس الطبيعه، في طب في حرق في خبطتين كده تقول لنا عليهم ولا يعني واحده واحده علينا؟ ليك في غنيه خليجيه حتنزل بعد أرقص وصورناها فيديو كليب، اغنيه خليجيه بصراحة كثير جديدة. كيف يعني أرقص حسيتوها جديدة؟ الخليجية نفس الشيء، كثير جديدة وما بتشبه أغاني نزلي، وشبهي أنا مزيكا جديدة يعني، اللي بيسمعها ما بيفتكر أول شيء خليجية، هيدا اللون الخليجي اللي الخليج بحبوه كثير. أنا حاولت أمشي عكس الطبيعة، عن جد عكس الطبيعة، لأنه حبيت أقدم لهم مزيكا جديدة كمان بالخليجي وعكس الطبيعة. دي شو بدي أقول لك يعني، ده البيبي بتاعي. وأكيد ما في أنسى أنه في أغنية لزياد برجي اللي بموت فيه، قلبي على قلبه، غنية لبنانية، غنية حب وكمان مزيكا جديدة هتنزل كمان بعد عكس الطبيعة إن الله راضي. مش واخده بالك يعني نوال يعني ان انت بتغني خليجي تلاقي المصري بيغني الاغنيه الخليجي، تغني مصري تلاقي الخليجي بيغني الاغنيه المصري، جزائري مغربي اللي انت عايزه ما فيش مشكله. كل الناس بتحب تغني اغانيكي، هتغنيها ان شاء الله هتغنيها بقى بصي بلغه لسه ما نعرفهاش. كل الناس بتحب اغاني نوال الزغبي.
ليك هي المزيكا بصراحة أنا ما في عيش بلا مزيكا. يعني حتى لو ما كنت بغني أو فنانة أو مشهورة أو نجمة أو أي حاجة، المزيكا بتعطيني جرعة بوزيتيفيتي لحتى كمل يومي. يعني أنا لما بكون عم حضر غنية بكون عم حضرها بمزاج وبحب وحس أنه أنا ضل جاي عبالي أسمعها، عرفت؟ في يعني اي اخبار عن حفلات؟ كاتب لي تويت يا ريت تعمل لنا اغنيتين ايام التسعينات. انا نزلت اغنيتين قبل ارقص بتحسهم معمولين بالتسعينات، اللي هن بكلم خيالي واصعب لحظه. فيهم كميه احساس، فيهم كميه غنى، فيهم كميه مزيكا حلوه بتحس بترجعك لزمان. كمان انا هول الشريحه من الناس بتحب دائما خصص لهم اغاني تشبههم، عرفت؟ واكيد يعني بالنهايه انا متجدد كثير بصراحه، وكثير بحب اعمل بكل شيء، متجدده بالمزيكا، بالمواضيع، بال يعني ارقص حبينا يكون كلامه سلس وما يكون معقد وينحفظ وتحس انت وقاعد عم تقوله توصل سهل وعم بأمره أقوم أرقص. يعني إذا ما رح ترقص بدي ما تعرف شو يصير فيك. لا 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 نتيجة لا لا حققتي المراد والغرض تنفذ ما تقلقيش. الحمد لله الحمد لله. في حفلات قريب نوال؟ يعني في أي حاجة كده يعني؟ إيه نحن بلشنا ناخد حفلات. نحن في حفلات كتير كانت الصيفية كلها تأجلت لشهر 10 من وراء الكورونا. يعني كان عندي حفلات بالأوبرا بأمستردام، حفلتين تأجلوا من وراء الكورونا، حفلة بباريس، حفلة بحفلات كمان كان عندي حفلة لمس إليت من وراء الكورونا أصلاً وقفوها. وهلا عم يحكونا حفلات بالساحل الشمالي، حفلات بلبنان، حفلات وين ما كان، بالعراق، بأربيل، بالسلمية، يعني طيب احنا عايزين نطمن على صحة نوال. وعملت حفلة اخر شيء بسوريا. حلو جدا. طيب عايزين نطمن على صحة نوال الزوبي. يعني في كذا خبر كانوا كاتبين ان في وعكة صحية خفيفة كده، احنا عايزين نطمن هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هلا هي مش خفيفة بصراحة، هي وعكة صحية كانت كبيرة. انا طلعت على سوريا وصلت على سوريا وما كنت يعني كنت اكل شيء خفيف هون وطلعت على صيدنية على سوريا. يعني قبل الحفلة بساعتين ثلاثة بلشت تحس في سكاكين ببطني وأنا ما أكلت شيء، يعني لا بسوريا ولا بمحل لأقول إنه تسممت، لأنه ما كان تسمم أبدا، لا عم راجع ولا شيء، بس مش قادرة أوقف. يعني وجع وصريخ، ما بعرف كيف الله عطاني القوة، وأكيد جابولي دكتور على الأوتيل ولا قدرت أوقف ساعة. يعني خلصت ونزلت على بيروت دغري على المستشفى، عملت فحوصات لأنه عندي فيروس. يعني في فيروس بلبنان عم شوف هلا كثير ناس عم بيصير لهم مثل ما أنا صار لي يعني، وكتر خير الله مرقت على خير وإن شاء الله ما بتتكرر لا معي ولا مع غيري، لأنه صعب الموضوع وخاصة عشان نطلع على المسرح. سلام عليكي وربنا ينعم عليكي بالصحة يا رب دايما، وتفضلي ممتعة جمهورك والمحبين اللي بالملايين اللي بيعشقوا نوال الزغبي. ربنا يخليك، وانا بعشقهم كثير وكثير حريصة انه كل عمل بنزله عن جد يكون على قد المستوى اللي هن ناطرينه. اخر رسالة من نوال الزغبي لجمهورها اللي هيسمعوا اللي سمعينا لايف دلوقتي في مصر او لما المكالمة تنزل على السوشيال ميديا هيسمعوها في العالم كله، تقول لهم ايه؟ اول شيء بقول لهم انه الصحة، يعطيهم الصحة، ان شاء الله تكون على قد المستوى وعلى قد التوقعات اللي عم قدم لهم اياه، وارقص ماشي قدام اللي رح ينزلوا. نوال يعني احنا مستمتعين بوجودك معانا وعايزين وعد. شكرا. لقاء بقى يعني تيجي على الهواء، احنا فاكره المكالمه دي بنرتبها بقى لنا كتير قوي. اكيد هذا شرف لي والله، وانا بحبكم كثير وسعيده جدا بهذا اللقاء هلا الصبح،
احلى صبحيه يعني. احلى صبحيه مع نوال الزغبي، ده احنا عندنا يعني صبح صبح نوال الزغبي ما تصبح. ربنا يخليك. صبح صبح مظبوط، ده اغنيتنا الرسميه دي. طبعا. وان شاء الله بس اجي مثلا الله راد بنشوفكم وبنعمل لقاء لايف. نورتي الدنيا كلها وصباح الجميل، والف الف مبروك على النجاحات المتتاليه. شكرا 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 نوال الزغبي، بحبك ماست، بحبك، بموت.